أم عبد الله تذكر أن والدها كبير في السن ومصاب بمرض السرطان وغيره، لكن هي تشتكي من موضوع الصلاة، تقول إنه لا يصلي، وكلما أمروه بالصلاة فإنه يغضب عليهم ويعني يصفهم بأنهم منافقون. تقول يعني هل يتوقفون عن أمره بالصلاة أم يستمرون في ذلك؟ والله الذي أرى نعم أن يستمروا بأمره ونهيه، ولكن أيضا بالأساليب. الأسلوب ترى مو بالأسلوب التقليدي فقط، أحيانا هو نوع من الحديث العام فهو يستمع إليه، نوع من الرسائل التي تكون في جروبات العائلة وأشياء كثيرة، هذا نوع يستمرون عليه، ونوع آخر اللي هو النصح المباشر عند من يحبهم ويحبونه. لابد من النصيحة تصل بشكل مباشر، لأن هذه الغير المباشرة قد لا تصل، ولا يظن أنه معني بهذا وأنه يقع تحت طائلة عقوبة الله عز وجل في معصية ترك الصلاة. فأرى أنهم يستمرون في تذكيره، ولكن باللين والحسنة، لا يدخلون معه في خصومات. الأمر الثاني، ذكروا عنده مرض خطير، هذا مرض قد يؤثر على الإرادة العقلية، إما المرض نفس، إما أن يكون هذا في المرض نفسه، وإما أن يكون في الأدوية التي يعطاها، فيكون تصرفاته في غير إرادته. ففي الوقت الذي يكون مسلوب الإرادة والإدارة أيضا في إدارة نفسه، هذا مرفوع عن التكليف، فلا يكلفونه بشيء. أما إذا كان لا، المرض ما أثر عليه بنفسه ولا أثرت عليه الأدوية، فهو مثل الإنسان الصحيح، يؤمر وينهى باللطف والحسنى، يراعى في هذا الأحوال والأشخاص، الناصح والمنصوح والزمان والمؤثرات والملهيات والمغريات التي تكون، كلها تختلف في الطريقة، لكن النصح مستمر، لا ينبغي أن ينقطع حتى تبرأ الذمة، ولكن كما ذكرت بين وقت ووقت وباللطف وبأحوال متعددة، الله أعلم.